الليبراليين طبعا هو الاسلاميين من يقول الحق ويدخل السجن، ولا مش صحيح؟ اياك تفهمني كاسلامي انه ما فيش شي واحد بقول حق الا انت كاسلامي، عيب الكلام هذا، من الا من هذا الكلام الفارغ، ولا مش صحيح؟ لا يا اخي، هناك شرفاء مش شرط يكون اسلامي ومش شرط يكون مسلم، ممكن يكون مسيحي علماني شيوعي ويقول الحق ويلتزم بالحق، وفي بعض الاحيان احسن من بعض كبار الاسلاميين التجار، صح؟ خلينا نكون واقعيين، ما تفهمنيش انه ما فيش وطني الا الاسلامي، مش صحيح. والتاني يقول لي لا انه هذا الاسلامي مش وطني بالمره، لانه قال طز في مصر، قالها وكلمه كبيره جدا جدا، ولا تقال، ولا تقال من مثله ولا في موقعه، بس مش معناه انه كل اتباعه ومبدأهم طز في مصر وصاروا خونة لمصر وبكرهوا مصر. مش معقول يا اخواني، مش معقول هذا الاسلوب الاحصائي في التفكير يا اخواني. لا يفكر بهذه الطريقة الإجمالية الإحصائية إلا الطغاة، تحدثت عن هذا في حلقة سابقة، أسلوب إحصائي يا إخواني. هل ممكن تأتي أنت عن شعب أو عن جماعة أو حزب وتقول عنه هذا حزب مجرم، حزب قاتل، ثم تحاسبه كقاتل، كقاتل فرد؟ يعني تستخرج فتوى بقتله، بقتل كل أعضائه، ممكن تفعل هذا؟ أي عقلية هذه؟ أي عقلية مخيفة مرعبة؟ لكن احنا اقول لكم نسمع هذا الكلام حتى في التلفزيون، مدخلات من ناس عاديين، امهات وربات بيوت، الموت حرام فيهم، تقول هاش نعمل؟ ما في محاكمات، هؤلاء اعدام بلا محاكمات كلهم. شو كلهم؟ ايش اعدام بلا محاكمات؟ اي منطق هذا يا اخواني؟ يا جماعه اي منطق؟ لذا كان اقول لكم هذه اللحظه ومثل هذه الظروف العويصه والمشتبكه هي لحظه الشرف، شرف المسلم بالذات. بتكلم عن المسلمين طبعا، في شرفاء غير مسلمين، شرف المسلم وشرف العامل حاله اسلامي ويحمل مشروع اسلامي. اقول له ولذلك نحن نكتنا وثربنا ايضا واستنكرنا على الاسلاميين اللي بيستهينوا بالدماء وبيستخفوا بالدماء في لحظه السلطه. نحتقر هؤلاء كما قلت لكم، كما نحتقر هؤلاء ايضا الان انهم غير اسلاميين ويمكن غير مسلمين، نحتقرهم لانهم يستهينون بالدماء. يقول لا محاكمات، اقتلوهم، اذبحوهم. ايش هذا يا اخي؟ تقول لي اذبح موت بأي، والله انا اقول لكم اقسم بالله هذا المنطق، هذا المنطق بالذات اذا صدق عليه ولم ينتقد ولم يكشف ولم يحارب من الحكومه الحاليه، عتبانين جدا على حزن الببلاوي رئيس الحكومه، عالم اتصال كبير هذا، شخص محترم، لانه اول امبارح قال يعني هم فريق ولابد نتعامل معهم كفريق في المجتمع وشريك. جنونهم، شريك ايه وفريق ايه؟ ها ايش هم يعني؟ يا اخي الله يخليك يا اخي، كل انسان يحاكم افراديا، اذا ثبت عندك انه هذا القيادة الاخواني او غيره حرض على القتل، على الجريمة، على كذا، يؤخذ ويحاكم بالقانون مثله مثل غيره، ما فيه عنده عصمة. بس انسان عادي من القواعد الجماهيرية، لا حرض لا عمل لا رمطوبة، كيف انا هذا اعطي فتوى بقتلي؟ وبعدين يا مشايخنا يا اخواني، والله قلبي يريد أن ينفجر أقسم بالله، يا مشايخ، في مشايخ محترمون ونحبهم ونجلهم، قال لك خوارج بغاة محاربون، يا رجل اتق الله. هناك من يريد أن يشق الصفوف، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أنكم إذا كنتم جميعا على رجل، جميعا وليس جماعة، جميعا على رجل، وهذا هو الذي حدث في ثورة 30 يونيو، خرج الشعب ولذلك كان الجيش معه، إذا نحن جميعا على رجل. وجاء من يريد أن يفرقكم فاقتلوه كائنا من كان، مع حرمة الدم وعظمه يبيح لنا رسول الله أن نقاتل هذا الخارجي حتى لو كانوا خوارج. طيب ماذا قال إمامنا الشافعي؟ قال أخذنا أحكام قتال الكفار من كتاب الله وسنة رسوله، يعني الرسول علمنا كيف إيه؟ لما نقاتل الكفار كيف نفعل معاهم عاد؟ في حال السلم، في حال الحرب، وبعد الحرب، والأسرى والفدية، وأشياء كثيرة جدا جدا، والسبي. وأخذنا أحكام قتال البغاة ممن؟ من الإمام علي. ما فيش شيء واحد يزيد على أبي الحسن عليه السلام، يقول أنا أفهم منه، ولا واحد. أنت لم تبتلى بالخوارج، أول من ابتلي بالخوارج، وأول من رفع السيف في وجوههم وقمعهم الله به هو أبو الحسن عليه السلام. وهو أولى الطائفتين وأدنى الطائفتين إلى الحق بفضل الله، كما النبي قال. هذا حديث متواترة، متواترة كما قال العلماء، يعني على ذمتهم. إيش قال الإمام علي؟ قل له 100,000 مرة بقول الخوارج، والذين نجحوا في النهاية في قتله، طبعا نجحوا في حياتي في سبه وثلبه وتكفيره، كانوا يسبوه
وكان ينهى حتى عن معاقبتهم، يقول سب بسب أو عفو عن ذنب وقد عفوت عنهم. شوف الروح الكبيرة، شوف الإمام الواثق، شوف العدل، هذا هو العدل عليه السلام. يقول ولكم علينا ثلاث للخوارج ألا نبدأكم بقتال. هو خارجي ومعلن أنه هو ضد الحكومة وضد كذا، أيوة، لكن بما أنه بيعتصم وهو خارجي سلمياً بقول أنا ضد علي، أنا ضد الحكومة هذه، أنا ضد، وبس سلمياً. قال علي حقه، ما عنديش مشكلة، قبل حقوق الإنسان، انتبهوا، هذا علي بن أبي طالب، وما كانش في مواثيق حقوق الإنسان، هذا مواثيق حقوق الإيه؟ الإنسان في الإسلام، هذا فهم علي في الإسلام، ابن الإسلام كيف يفهم الإسلام؟ لا نبدأكم بقتال ولا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله. أنا ما كنتش معجب، وكنت أغتاظ لما أسمع أن الإخوان نزلوا إمام من منبره وخطب إخواني، ما يعجبنيش الكلام هذا، ما نحبش العلبطة هذه صراحة، ما نحبهاش، وما نحبش السلف كمان لا في مصر ولا في تونس ينزل إمام رسمي منبري. يا أخي هذا أنا إمام راتب بصلي فيه 20 سنة، إيش دخلك أنت؟ لا بنزلوا بالقوة، هذا كلام فارغ يا أخي، هذا تفعله الوزارة، لازم كل شيء بالقوانين. في وزارة أوقاف هي بتعين إيه العمة، مش أنت كجماعة. هتقول أنا في الحكم، حتى لو كنت في الحكم، حتى لو كنت في الحكم، مش أنت اللي تفعل هذا الكلام يا أخي، تفعله وزارتك، خلي وزارة الأوقاف تفعل هذا بشكل قانوني. خلينا نشوف، في كثير أخطاء كانت تحدث وما زالت تحدث من جميع الأطراف. قال لا نمنعكم مسجد الله أن تذكروا فيها اسمه، هذه أن المسجد لله، مش للإخوان ومش للسيسي ومش لعلي ومش للخوارج، المسجد لله الكل يذكر، لكن انتبهوا وش قال، أن تذكروا فيها اسمه. أما تدخل المساجد تعمل مؤامرات للإسقاط للذبح القتل ممنوع، قالوا للذكر العبادة صح، انتبهوا ما تقوليش. والكلام الإنشائي سبونا منه بصراحة، الكلام الإنشائي أنه هذا المسجد مش عارف إيه ومصحف وسيف ونعم، هذا كمان زمان، اليوم اختلف، عندنا آليات أخرى لوصول الجماهير، انتبهوا، ولازم نحيد هذه البيوت المقدسة بصراحة عن هذه الخطابات الدقماوية، لازم نحيدها بالكامل، عانينا من هذا. وبعدين قال إيش، ولا نمنعكم من الفيء ما دامت أيديكم معنا على عدونا وعدوكم. إذا قتلتوا معنا الأعداء الكفار بنعطيكم الغنم والفيء كمان، وبنسمح لكم تقاتلوا معنا، معنا الأمن القومي، اسمه الأمن إيه؟ القومي. لازم الإخوان اليوم يفهموا، ولازم يفهم جماعة إيه الجيش وجماعة غير الإخوان كلهم في مصر، إنه في أولوية لمصر، الأمن القومي المصري. بين قوسين أنا كثير أيها الإخوة مرتاب وخائف جداً من الأسلوب هذا اللي بدأ برضو قبل أسابيع للتحريض على الجيش المصري. ننكر هذا ونستنكر وأنا إيه ونغضب منه ومن يفعله.